بسم الله الرحمن الرحيم، دي حلقة جديدة هنكمل فيها مع بعض بإذن الله تعالى حل تدريبات الفصل السادس من كتاب عادل سدرة المسمى مايكرو إلكترونيك سيركتس. وإحنا بدأنا وشرحنا الفصل السادس كاملا وحلينا عليه بعض التدريبات، ودلوقتي مكملين في حل التدريبات. أنا زي ما قلت لك هحل كل مسألة في هذا الفصل، ونفس الكلام هنعمله مع الفصول المقبلة. أنا يعني مللت من إن أنا آخد يعني أنتقي أمور من كل فصل، إحنا هنحل الفصل ده كله، فيلا بينا. إحنا ما ورناش أي حاجة، وكل مسألة هتزيدك معلومة أو هتأكد لك على حاجة انت بالفعل اتعلمتها. فالنهارده هنعمل اناليسز او هنعمل ديزاين لسيركت نوعا ما بسيطه، ولكن احنا مكملين في طريقنا لحد ما نخلص الفصل كله، وان شاء الله في اخر الفصل هتوصل انك قادر تعمل ديزاين لسيركتس يعني ان شاء الله جميله جدا. فحضرتك مع اكزامبل 6.2 الفصل السادس، المساله الثانيه في المساله الكبيره الثانيه. زي ما قلنا هو في اكزامبلز وفي اكسرسايزز وفي في الاخر بروبلمز بعد كل درس بعد كل فصل. فدلوقتي ده اكزامبل 6.2. تعالى بص بيقول لك ايه. بيقول لك الرسمه اللي قدامك دي، ده ترانزستور ان ذا سيركت اوف فيجر 6.15 ده الشكل رقم 15 في الفصل ده. هو الشكل اللي قدامك ده سيركت عاديه خالص. عندنا ايه في السيركت دي؟ تعال نبص على السيركت كده بسرعه. عندنا ترانزستور عادي خالص بي جي تي، السهم بيشير الى الاميتر، يبقى انا ده الاميتر تيرمينال. خلينا نعمل بقى قاعد بس التابلت. التيرمينال ده هو الاميتر، وعندنا التيرمينال ده هو البيز، والترمينال ده هو الكوليكتور. ايه ده، هو انا ليه ما عملتش من بره خالص؟ قلنا انا بيهمني التلاتة ترمينالز يكونوا مفيش حاجه بينهم وبين الديفايس، لان هم اصلا عباره عن بارتس اوف ذا ديفايس، هم اجزاء من الترانزستور. فمش من المعقول ان الاقي جزء الكوليكتور مثلا في مقاومه بينه وبين الديفايس نفسه. ازاي؟ لازم أن يكون بيور كونكتد مع الديفايس، يعني هو ده الديفايس نفسه. تلاقي ترمينال الترمينال بتاع البيز والكوليكتور والاميتر الثلاثة مفيش بينهم وبين بعض حاجة، لان هما الثلاثة جزء واحد اصلا عبارة عن ديفايس واحد وهو البي جي تي بتاعنا. وقلنا السهم بيشير الاميتر، والسهم بيشير دايما الى قطعة ان، فكده الاميتر ان وبالتالي الكوليكتور هو كمان ان، يبقى في النص بي، يبقى الترانزستور ده نوعه ايه؟ ان بي ان ترانزستور. لحد هنا ده بداية جيدة جدا. انا بالنظر كده لقيت البيز ماله؟ لقيته ايه؟ جراوندد، يعني الجهد عنده بزيرو، يعني ده الريفرنس بتاعنا. قلنا انت بتختار الريفرنس في الدايره وتبدا تريليت كل حاجه ليه. هنبدا نخلي كل حاجه تبقى ايه بالنسبه له. فلما اقول لك ان النقطه دي جهدها 15، اي 15 اعلى من البيز. طب دي سالب 15، يعني سالب 15 اقل من البيز. ايه اللي انا افهمه منها؟ قلنا انسى فكره الموجب والسالب الرياضي، مفيش حاجه اسمها هنا موجب وسالب رياضي، ده موجب وسالب يعني اعلى واقل. فلما اقول لك ده سالب 15 يعني معناها انه اقل من الايه من الريفرنس بتاعنا ب 15 فولت، يعني البيز اعلى من ده ب 15 او ده اقل من البيز ب 15، افهمها كما تشاء. المهم ان السالب معناه اقل من الريفرنس، الموجب معناه اعلى من الريفرنس. فين الريفرنس؟ هو الزيرو بتاعنا اللي بيكون هو الجراوند بتاع الدايره. او بنقولها بطريقه ثانيه، بنقول ان اي موجب اكنه متوصل ببطاريه مع الريفرنس بتاعنا مع الجراوند، بس الموجب بتاعها متصل بالنقطه الموجب اللي انت عاملها، والسالب يعني النقطه الاقل متصله بالجراوند. وبالتالي ده متوصل ازاي؟ متوصل برضه بالجراوند، بس البطاريه عامله ازاي؟ عامله كده، بحيث ان انا ابقى متوصل مع الجراوند ان هو اعلى مني ب 15، يبقى البطاريه دي 15 ودي 15 برضه. فهمت الفكره ايه؟ بس البولاريتي بتختلف. يبقى انت تفهم كما تشاء، بس احنا بقى توفيرا للوقت وبدل ما نقعد نرسم بطاريات كتير ونعمل بايسنج بالشكل ده كتير، لا احنا بنعملها في شكل بوينت او سهم. النوتيشن بتاع سيدرا سميث بيعمل سهم بالمنظر ده، وساعات بيعملوا شرطه كده. السهم ده معناه ان النقطه دي جهدها 15 فولت اعلى من الايه من الريفرنس بتاعي اللي هو الجراوند. جميل. قال لك انا عندي الترانزستور ده البيتا بتاعته ب 100، حطها على جنب كده، بيتا تساوي 100. هنعمل بقى اناليسيس بالمعدات اللي خدناها. المشكله انا مش عارف امسح لو كتبت اي حاجه. طيب وبيقول لك اند اكزيبتس ا في بي اي اوف 0.7 فولت ات اي سي ايكوال 1 ملي ام 1 ملي امبس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك مش انت عارف العلاقه بين الاي كوليكتور والفي بي اي؟ قال لك جميل. قال لك بقى انا لما الفي بي اي بتساوي 7/10 بيكون الاي كوليكتور ب 1 ملي. ده مش في المساله بتاعتنا، ده مدي لك معلومه تجيب منها معطى مضمن، معطى ضمني. ايه هو؟ بيقول لك ان الاي كوليكتور انا عارف انها معلومه قديمه كده، بتساوي الاي اس في اي باور في بي اي على في تي. قال لك بقى المعادله دي انا ممكن دايما لما اجي ادي لك الاي اس مش هديه لك مباشره، انا هدي لك معلومه تجيب منها الاي اس عشان برضه ابقى اختبرك في السكه كده. فقال لك المعلومه دي هي ايه؟ ان الفي بي اي لما بتكون ب 7/10، لما بفتح البوابه بقوه 7/10 فولت، ساعتها بينشا عند الكوليكتور تيار مقداره 1 ملي امبس. طب ما كده ايه اللي فاضل؟ ده انا عارفه، يبقى ما فاضلش غير ان انا اجيب الاي اس. يعني المعلومه اللي بيديها لك دي غرضها انك تحصل منها على الاي اس. يعني السطر ده هو في المساله غرضه يعرفك منه الاي اس بكام. استنى بس عشان اعدل التابلت. ايوه كده.
فغرضه ان السطر ده يعرفك منه الاي اس بكام، بيدي لك حاله، لان انا كل ما افتح البوابه اقوى كل ما هيطلع اي كوليكتور اكبر، والعلاقه بينهما ايه؟ اكسبوننشال، اكسبوننشال ريليشن شيب. فانا قدرت اعرف الاي اس بكام. طب بكام؟ هقول لك سيبها زي ما هي كده، حط الاي اس هقول بتساوي 1 ملي امبير على اي باور 0.7 على الفي تي، عشان لما نحب نستخدمها نستخدمها كما هي بالظبط كده بدقه. يعني بيقول لك ديزاين ذا سيركت سو ذات، يعني ايه ديزاين؟ كلمه ديزاين يعني اوجد اي مجهول، خلي لي السيركت كلها معلومه عشان اقدر ابنيها على ارض الواقع فعلا ومبقاش عندي اي مجاهيل. قال لك ديزاين ذا سيركت سو ذات ا كرنت اوف 2 ملي امبس فلو ثرو ذا كوليكتور. دي بقى الارقام الحقيقيه اللي في السيركت عندي. صمم لي الدايره بحيث ان 2 ملي امبير يمشوا في الكوليكتور. طب استنى، هو انا لما يكون المنظر بتاع الدايره ان بي ان بالمنظر ده، مش قلنا ان انا بضخ تيار اسمه اي بيز فبيجي لي من فوق تيار اسمه اي كوليكتور ويتجمعوا في اي اميتر تنزل مع اتجاه السهم ده هوت، فيبقى نازله لتحت كده اسمها اي اميتر. قال لك مظبوط. قال لك بقى انا عايز اصمم الدايره بحيث ان يمشي 2 ملي امبير في الاي كوليكتور، يعني الاي كوليكتور اهو يكون ماشي فيه 2 ملي امبير ثرو ذا كوليكتور اند ا فولتج اوف 5 فولت ابييرز ات ذا كوليكتور تيرمينال. يعني ايه؟ يعني انا عايز اصمم برضو الدايره بحيث ان الكوليكتور نفسه الكوليكتور تيرمينال يبقى الجهد بتاعه، الجهد عند نقطه الكوليكتور دي يبقى كام؟ 5 فولت، موجب 5 فولت. جميل. اصمم الدايره ازاي؟ يعني ايه اصمم الدايره عشان تعرف ايه المطلوب منك؟ يعني اوجد المجاهيل. ايه اللي مجاهيل عندي؟ انا عايز الثلاث تيارات، الاي كوليكتور، الاي بيز، الاي اميتر. تقول لي ما انا معايا الاي كوليكتور. اقول لك جدع، هات بقى الاثنين التانيين وهات لي كل المقاومات، الار اميتر والار سي. هما دول ايه لازمتهم؟ زي ما قلنا، انت اي فرع وانت ماشي فيه كتيار، انت كاي كوليكتور لو انت ماشي في الفرع ده ما تنتظرش انك تمشي والدنيا تبقى جميله قوي، لا، هتلاقي في السكه مقاومه، فدي بنسميها مقاومه الفرع بتاع الكوليكتور، ودي بنسميها مقاومه الفرع بتاع الاميتر، وهنا المفروض نحط مقاومه للفرع بتاع البيز، بس ساعات بنهملها براحتنا احنا بقى، فاهم الفكره ايه؟ فالمهم ان هو بيقول لك اوجد لي المقاومه اللي هتبقى في فرع الكوليكتور والمقاومه اللي في فرع الاميتر وفقا للمعلومات اللي انا اديتها لك. تعال نمسك خطوه خطوه ونشتغل عليها. اول حاجه انا عندي البيتا ب 100، وانا عارف الاي ايه؟ عارف الاي كوليكتور ب 2 ملي امبير، اقدر عن طريقها اجيب الاي بيز، لان الاي كوليكتور بيساوي بيتا اي بيز، يبقى الاي بيز بتساوي اي كوليكتور على بيتا، يعني هتساوي 2 ملي امبير على ال 100 اللي هي البيتا. هيديني كام؟ 2 على 100، او بص عشان ما توجعش دماغك اعمل كده، افتح الاله الحاسبه اهو، هقول ان الاي كوليكتور الاي بيز بتساوي 2 ملي اهو على 100، هيطلع رقم جميل. دوس كده اي ان جي عشان نجيبه بالايه؟ بالمايكرو. يبقى 20 مايكرو، يبقى البيتا دي ب 20 مايكرو امبير. طيب والاي اميتر، الاي اميتر بتساوي مجموع الاي بيز مع الاي كوليكتور، يبقى هجمع الايه؟ الانسر اللي طلعت دي هجمعها مع ال 2 ملي اهو، هيطلع الناتج 2 و2 من 100 ملي. ويبقى عندك سنس برضو للارقام، ايه؟ ان الاي اميتر ده الكل، فلازم أن يكون بالملي كبير، والاي كوليكتور بيبقى اغلبيه ساحقه من الاي اميتر، بيكون حاجه قريبه جدا من الواحد منه، يعني 99% 98%، فهتلاقيه هو كمان بالملي. لكن الاي بيز ده بيبقى صغير قوي، لان ده الانبوت كارنت بيكون صغير جدا، فبيكون رقم بالمايكرو زي ما انت شايف مثلا. طيب لحد هنا جبنا الثلاث تيارات بقوا معانا، عايزين نجيب المقاومات. سهله بقى، ده شغل سيركتس. يعني ايه؟ الار سي، مقاومه الار سي بتساوي الفرق في الجهد بين طرفيها مقسوم على التيار اللي ماشي خلالها. طيب ايه الجهد اللي على طرفين الار سي؟ هتلاقي الجهد العالي بتاعي 15 فولت، ولما دخلت خلال المقاومه فقدت حبه، طلعت بقى جهدي عند الكوليكتور هو قال لي خليه 5، فهقول ان 15 ده الجهد العالي ناقص الجهد القليل على الطرف المقاومه الثاني اللي هو 5، يبقى انا خلال المقاومه فقدت كام؟ فقدت 10. عشان كده بنحط الجهد على طرفين المقاومه 10، اللي هي 15 ناقص 5. بنجيب الجهد على طرفين المقاومه ونقسمه على التيار اللي ماشي فيها. ده الف في سيركتس يا جماعه، يعني اي ار الفي بتساوي اي ار، فالار بتساوي في على ايه؟ على اي. الفي هي الجهد على طرفين المقاومه، وبيساوي 15 ناقص 5، لان انا لما اخش صحتي 15 واخرج 5 يبقى انا فقدت على المقاومه دي 10 فولت. طيب هقسمه على التيار اللي ماشي خلالها اللي هو اي كوليكتور اللي هو 2 ملي. 10 على 2 يديك 5، 1 على الملي يديك كيلو، لان الملي 10 اس 3 تطلع فوق ب 10 اس 3 اللي هي كيلو اوم، لان فوق الوحده اصلا فولت، فولت على الامبير يدي لك اوم. بس كده يبقى المقاومه الاولانيه ار سي بتساوي 5 كيلو اوم. طب المقاومه الثانيه ار اميتر، ولا اي جديد. هتقول لي عباره عن فرق في الجهد على طرفين الار اميتر دي، وعايز اقسمه على التيار اللي ماشي خلالها. التيار ماشي لتحت كده هو، فاعرف دايما ان هو ماشي من الجهد العالي للجهد القليل. دايما اتجاه التيار تقليدي بيبقى من الجهد العالي للجهد القليل. ليه؟ لان هو كان جاي من النقطه دي جهده عالي، عدى على المقاومه فقط شويه هيطلع جهده اقل. طب جهد الاميتر ده كام؟
اجيب جهد الميتر ده ازاي؟ تقول لي استنى انا عندي حل سهل قوي، انا ممكن اجيب الاميتر اعلى من البيز، انا عايز اجيب جهد الاميتر، يعني عايز اجيب قد ايه هو اعلى من البيز، لان البيز هي الجراوند، فانا عايز اجيب الفي، عايز اجيب الفي بي اي، لو جبت قد ايه البيز اعلى من الاميتر هعرف الاميتر بكام، صح؟ طب اجيب الفي بي ازاي؟ ما انا معايا الاي كوليكتور، والاي كوليكتور بتقول لي العلاقه، بتقول الاي كوليكتور بتساوي اي اس في اي باور الفي بي اي اللي انت شغال عندها ساعتها على في تي. طيب انا عايز اجيب الفي بي اي، يبقى الاي كوليكتور ب 2 مللي، هو مديها لي في المساله انا شغال عندها اصلا، ده اللي انا اوبريتنج عندها، والاي اس كان رقم ثابت لكل ترانزستور انا عرفته دلوقتي لان هو بيساوي ايه؟ جبته منين؟ من المعطى اللي هم ادوني زمان في اول المساله، يبقى عرفته هم اديني ده ليه؟ عشان اجيب منها الاي اس، حط هنا الاي اس اللي انت جبتها 1 مللي امبير على اي باور 0.7 على في تي، حط كل ده على الاله وطلع لي الفي بي اي. هجيبها ازاي؟ هقول ال 2 مللي اللي بره دي، اتمنى ان انت وانت هنا اهو في المرحله دي من الدراسه يعني تكون اساسيات الرياضه دي انت مش واقع فيها، هقسمها على كل الترم ده هو، يبقى هعمل كسر تحت واحط 1 مللي فوق، يعني 10 اس 3 على اي باور 7 على 25 مللي. اللي طلع ده كله هو الاي باور في بي اي على في دي، انا عايز الفي بي اي، فهاخد لين للانسر بعد ما تطلع ده كده الفي بي اي على الفي تي، هضرب في الفي تي عشان اجيب البسط كده، الفي بي اي طلعت معاك ب 71%، دي الفي بي اي اللي انا شغال عندها دلوقتي 71% فولت. السؤال مش دي معناها قد ايه البيز اعلى من الاميتر، صح؟ طب اذا كان البيز نفسه صفر يبقى الاميتر ازاي الصفر يبقى اعلى؟ الصفر اعلى من ايه ب 7 من 10؟ من السالب 7 من 10، صح؟ عايز تعملها بالتفصيل اكتب كده ان دي عباره عن الفي بي اي، الفي بي اي عباره عن الفي بي ناقص الفي اي، وانا عارف ان ده بصفر، صح؟ يبقى ناقص الفي اي بيساوي 7 من 10، يبقى الفي اي سالب 7 من 10، سالب 7 من 10 ومعاها واحد كده 71%، يبقى انا عرفت جهد الاميتر. جميل، ايه المطلوب مني بقى؟ هقول جهد الاميتر ده هو الجهد العالي، هقول الجهد العالي ناقص الجهد القليل على التيار اللي في السكه هيديني الار اميتر. طيب يبقى الار اميتر بتساوي الجهد العالي سالب 7 من 10 71 كده ناقص الجهد القليل سالب 15. مش محتاج اشرح لك ان الرقم ده هو سالب 7 من 10 اعلى من سالب 15، صح كده؟ لان انا لما اقول لك ده الزيرو وانت هنا نزلت تحتيه 7 من 10، التاني نزل حفر جوه سالب 15، فالسالب 7 من 10 هنا اعلى في الجهد من سالب 15. اعلى بالنسبه لي يعني ايه؟ يعني انا كتيار تقليدي عباره عن حركه شحنات موجبه، الشحنه الموجبه لو حطيتها في السكه هنا هتنجذب لابو سالب صغير ولا ابو سالب كبير قوي؟ ابو سالب كبير قوي، بس عشان كده بتمشي لتحت، بنقول انها بتمشي من الجهد العالي الى الجهد القليل، ده لو احنا بنتكلم على الكونفنشنال كارنت. فالمهم هنقول الجهد اللي انا ماشي منه ده الكبير ناقص اللي انا رايح له يبقى ده الصغير، ده هيديني فرق الجهد على طرفين المقاومه، اقسمه على التيار اللي ماشي خلالها اللي هو الاي اميتر، اللي هو بكام بقى؟ الاي اميتر احنا جايبينه بكام؟ ب 2 و2 من 100 في 10 اس سالب 3، اللي هيطلع ده هي المقاومه بتاعتك. طيب تعالى نعملها، هتقول لي ناقص 7 71 اهو ناقص ناقص 15 يعني زائد 15 على 2 و2 من 100 في 10 اس في 10 اس سالب 3، طلعت المقاومة حوالي 7.7 كيلو، 7.7 كيلو اوم. تعال نتأكد من الأرقام دي، كده احنا عملنا ايه؟ جبنا كل التيارات، جبنا كل المقاومات، خلصنا ديزاين السيركت. يعني ما تخليش كلمة ديزاين دي مربكة ليك، ديزاين يعني يوجد كل المجاهيل، أي حاجة مجهولة في السكة هاتها. فاحنا جبنا الفي بي اي اللي احنا عاملين عندها اوبريتنج، وجبنا الثلاث ايات اللي احنا شغالين عندهم، الثلاثه كرنتس، وجبنا المقاومتين لو كان في ثالثه كنا جبناها، يبقى كده السيركت دي مالها؟ جاهزه ان بي امبلمنتد، جاهزه ان احنا نعملها على ارض الواقع ونعملها فابريكيشن او نعملها توصيل. فاهم الفكره ايه؟ هتلاقي كل حاجه مدي لك في الحل هنا، مدي لك ال 2 مللي امبير ادي الاي كوليكتور، 2 و2 من 10 مللي امبير ادي الاي اميتر، 2 من 100 مللي يعني اللي هي 20 مايكرو اللي احنا جبناها ادي الاي بيز، الفي بي اي اللي احنا شغالين عندها المفروض يكتب لك 7.71%، الفي كوليكتور ب 5 فولت، وقال لك ان الفي اميتر هي عباره عن سالب الفي بي اي. طب ما احنا عارفين ده، يعني ايه سالب الفي بي اي؟ هات الجهد، هات قد ايه البيز اعلى من الاميتر، هيقول لك البيز اعلى منك كاميتر ب 7 من 10، يبقى الاميتر نفسه كام؟ سالب 7 من 10. لما اقول لك الدور ده هوت اعلى من اللي تحتيه ب 7 من 10، واللي تحتيه ده بالسالب، يبقى اللي تحتيه كام؟ سالب 7 من 10، هو ده الاميتر بالظبط، سالب 7 من 10. بص هيحلها ازاي بقى؟ ادي اول حاجه الار كوليكتور 5 كيلو اوم، الفي بي اي ب 71% فولت، الفي اي بسالب 71% فولت وده منطقي جدا، الاي اميتر ب 2.2 مللي،
الار اميتر طلعت ب 7 و7 من 10 كيلو كيلو اوم، وده نفس اللي احنا جبناه بالظبط. ادي الار اي وادي الار كوليكتور وكل حاجه مظبوطه، وبيدي لك ملحوظه في الاخر بيقول لك جمله حلوه قوي، بيقول لك احنا لازم نلاحظ ان the calculations above were made with a degree of precision that is usually neither necessary nor justified in practice in view. يعني الدقه اللي احنا عاملين بيها الارقام اللي فوق دي على ارض الواقع مش ضروريه خالص، مش لازم يعني 7 و7 من 100 كيلو، لا هي 7 كيلو، 7 من 100 دي ملهاش اي لازمه بالنسبه لي. يعني على ارض الواقع في براكتيكالي انا مش هجيب مقاومه 7 من 100، لا انا هوصل 7 كيلو خلاص، لان مش هتفرق معايا كبير، هتدي فرق بسيط جدا في التيار، فاهم؟ فانا اقدر اقول ان انا اقدر اعمل ابروكسيميشن لده. بيقول لك فور انستنس فور ذا اكسبكتد تولرنس تولرنسز اوف كومبوننت فاليوز nevertheless we choose to do the design precisely in order to illustrate the various steps involved. يقول لك احنا بس بنعمل لك الكلام بالدقه اللي انت شايفها دي مش عشان ده براكتيكالي هيتعمل، لا عشان بس نوضح لك الخطوات، لكن على ارض الواقع انت مش محتاج تعمل كل الحاجات الدقيقه قوي دي. يعني 71 من 100 فولت مش محتاجين السبعه اللي وراها، 2.2 من 100 مللي تقريبا ممكن نكنسل ال 2 من 100 مللي دي، مع اني برضه هيبقى يعني لا ممكن ما نكنسلش دي، انت بتحدد برضه بالسنس كده ايه اللي انا اكنسله وايه اللي ما اكنسلوش. طيب ده كده المساله اللي عليها الدور، المساله اللي حليناها. تعالى في اللي وراها انا هحل اكسرسايز 6.12 لانه هو في يعني بيريفير للمثال اللي فات، فتعالى نحله مع بعض. هو نفس المساله اللي فاتت بس بيقول لك عيدها ببعض التفاصيل المختلفه. بص بيقول لك اعمل ايه. ريبيت اكزامبل 6.2 فور ا ترانزستور فابريكيتد ان ا مودرن انتجريتد سيركت بروسيس. عيد المثال اللي فوق ده بس للترانزستور عملناه بشكل احدث. الترانزستور المعمول الجديد ده البروسيس بتاعته بتخليه يعمل ايه، بتخلي ان انا عشان احصل على نفس الاي كوليكتور هحتاج اسمها ايه في بي اي اكبر، يعني بيدي لك بس معلومه مش اكتر. Because they have much smaller junction areas، لان عنده junction قليله في الاريا، الاريا بتاعتها صغيره خالص. تعالى بقى نشوف ايه اللي هيحصل. The DC power supply utilized in modern IC technologies fall in the range of 1 volt to 3 volt. يعني التقنيه الحديثه اللي احنا شغالين عليها مش هنحتاج ال 15 فولت اللي كانت فوق ولا السالب 15 فولت اللي كانت تحت. لا ده احنا التقنيه الحديثه اصلا بتشتغل الرينج بتاع الباور سبلاي بتاعها من 1 فولت لحد 3 فولت، يعني بنشتغل في رينج صغير كده. تعال نشوف بقى هنشتغل فيه ازاي. قال لك بص المساله بتبدا من هنا بقى. قال لك ديزاين ا سيركت سيميلر تو ذات شون ان فيجر 6.15، صمم لي دايره زي اللي فوق بالظبط، ولكن اكسبت ذات ناو ذا باور سبلايز ار بوزيتيف اور نيجاتيف 1.5 فولت. يعني اسمها ايه السيركت، تعال نرسمها تاني بسرعه. السيركت بتاعتك كانت عباره عن ترانزستور، استنى، هنا البيز كان جراوندد مش هيختلف اي حاجه، هنا كنت بتعدي على مقاومه بعدها توصل للباور سبلاي، وهنا تحت كنت بتعدي على مقاومه بعدها توصل للباور سبلاي. الباور سبلاي اللي تحت كان سالب 15 وفوق موجب 15، قال لك لا ده هيبقى موجب 1.5، انا التقنيه الحديثه مشغلاه بباور اقل وده بسالب 1.5 برضه. جميل، ودي اسمها ار اللي متصله بالكوليكتور، ودي اسمها الار المتصله بالاميتر، وده نوعه ان بي ان، فهيبقى السهم كده مشير للاميتر وبيشير لقطعه ان، يبقى ان وان وفي النص بي، يبقى قلنا ان ده ان بي ان. طيب قال لك ايه، والبيتا ب 100، البيتا ب 100 مفيش اي اختلاف. وبص انا مديك معلومه تجيب منها الاي اس، انك قال لك الترانزستور الجديد ده بقى اكزيبتس رقم اكبر لنفس الاي كوليكتور. الاي كوليكتور ب 1 مللي دي كنا بنجيبها زمان ب 7 من 10، دلوقتي بنجيبها ب 8 من 10. ده التقنيه الحديثه اللي احنا شغالين عليها. فاكزيبتس في بي اي ب 8 من 10 عند عشان نحصل على اي كوليكتور ب 1 مللي، بس مش ده اللي احنا شغالين عليه، ده المعلومه دي غرضها بس تعرف الاي اس بكام. يعني ايه؟ هقول ان ال 1 مللي ده عشان اجيبه الاي كوليكتور هيساوي اي اس في اي باور 8 من 10 على في تي. يبقى الاي اس بيساوي 1 مللي على اي باور 8 من 10 على في تي. بس ده غرضها بس احصل على قيمه الاي اس. مديك معلومه تجيب منها الاي اس. قال لك يعني عشان تعرف بس في ارض الواقع احنا بنجيب الاي اس ازاي؟ احنا اثبتنا اناليتيكلي العلاقه ده هي. وبعد كده في ارض الواقع كل ما نحب نجيب قيمه الاي اس بنحط قيمه على الفي بي اي نجيب منها الاي كوليكتور اللي خارجه. نجيب نحط قيمه على الفي بي اي نعرف منها قيمه الاي كوليكتور اللي خارجه، ونعوض في العلاقه دي بعرفنا الاي اس. لما نغير بقى قيمه الفي بي اي ونحصل على اي كوليكتور جديد هنقدر نستخدم نفس الاي اس برضه، لان هي ثابته في الترانزستور الواحد تقريبا. طالما انت عند نفس الحراره عند نفس كل الفاكتورز يعني الاخرى. الاي اس تعتمد على فابريكيشن بارامترز يعني. بص بقى بيقول لك ايه؟ ديزاين ذا سيركت اللي جاي ده بقى هو اللي انت فعلا اوبريتنج عنده. سو ذات ا كرنت اوف 2 ملي امبس فلوز ثرو ذا كوليكتور. صمم لي الترانزستور الجديد بحيث ان انا يكون ماشي في الكوليكتور 2 ملي. طب انا بقول ساعتها ان انا بضخ تيار بيز
في حاله الان بي ان، فبيجي لي تيار كوليكتور فبيتلموا وينزلوا في الاي ام متر. جميل. قال لك الاي كوليكتور انا عايزه يكون 2 مللي، ده اللي انا ده الشرط اللي عايزك تصمم الدايره عنده، وان الكوليكتور الفولتج، خلي بالك بقى الفولتج اللي عند الكوليكتور يبقى نص فولت، يعني فرع الكوليكتور ده هوت انا عايز الجهد عنده، اكتب كده امسح دي، عايز الفي عند الكوليكتور تساوي نص فولت. ده الكلام الجديد. طب ايه ايه تاني؟ مش مديك اي معلومات تانية، خلاص كده انا عايز اصمم الدايره، يعني اجيب كل التيارات اجيب كل المقاومات، هعمل ايه؟ قال لك انا معايا البيتا ومعايا الاي كوليكتور، اقدر اجيب الاي بيز مباشره. الاي بيز بتساوي اي كوليكتور، الاي كوليكتور بتساوي بيتا اي بيز، يبقى الاي بيز بتساوي اي كوليكتور على بيتا، يعني 2 مللي على 100. 2 على 100 يعني 2 من 100 اهو، 2 من 100 مللي امبير، رقم صغير جدا. طب الاي اميتر مجموع الاثنين، الاي كوليكتور والاي بيز. طب الاي كوليكتور ب 2 مللي والاي بيز ب 2 من 100 مللي، يبقى مجموعهم 2 و2 من 100 مللي، ده نفس الارقام مش مشكله. كمل بقى، المقاومات هتختلف. انا عايز اجيب الار كوليكتور. طيب الار كوليكتور هجيبها ازاي؟ فرق الجهد على طرفيها مقسوم على التيار اللي ماشي خلالها، يبقى اقدر اقول الار كوليكتور الجهد الكبير اللي جايين منه 1.5 فولت، عدينا على المقاومه دي فقدنا شويه طلعنا بقينا نص، يبقى الجهد على طرفينها اللي فقدته مقداره كام؟ 1. لما اكون داخل 1.5 واطلع نص يبقى فقدت خلالها 1 اهو، 1 في البسط، على التيار اللي ماشي خلالها 2 مللي امبير، وده طبعا بالفولت. فولت على امبير هيديك اوم، 1 على الملي هيديك كيلو، 1 اللي هو طرح دول، 1 على الاثنين يديك نص. نص كيلو يعني ايه؟ نص كيلو اوم يعني 500 اوم، نص الالف يعني. ادي اول مقاومه اللي هي ار سي، والاجابه صح على فكره، اهي الاجابه 500 اوم. تعال نجيب المقاومه الثانيه اللي هي ار ام متر. عشان نجيب الار اميتر محتاجين الجهد عند الاميتر والجهد عند الارض معانا، فمحتاجين نجيب الجهد عند الاميتر. نجيبه ازاي؟ نفس الكلام، انا عايز جهد الاميتر، فهقول هو عباره عن ايه؟ تعالى بالراحه كده، انا عايز اجيب الفي بي اي اللي شغال بيها، فهقول انا عندي اي كوليكتور بيساوي 2 مللي، 2 مللي بيساوي اي اس دي ثابته في اي باور، الفي بي اي اللي انا شغال عندها انا مش عارفها، على في تي. طب ما انا عارف الاي اس ليه؟ لان هو مديني معطى اجيب منه الاي اس. الاي اس بكام؟ اطلع فوق، ب 1 مللي على اي باور 0.8 على في تي. كل ده انا عارفه، ده انا عارفه، ناقصني ايه؟ اجيب الفي بي اي، عوض في الاله وهات الفي بي اي. تعالى جري عشان تعرف، انت طالما تعرف تعوض جري، يعني لو بتعرفش او عايز تتاكد مش مشكله، كمل معايا. ادي 2 مللي، اقسمها على الترم ده كله، فهعمل كسر لذيذ تحت واحط فوق 1 مللي يعني 10 اس 3 3، وتحت هقوم قايل اي باور 8 من 10 على في تي اللي هي 25 مللي، اللي طلع ده كله دوس يساوي ده الاكسبوننشال ترم ده، هاخد لين عشان اكنسل الاكسبوننشال وهضرب في الفي تي اللي تحت عشان اجيب الفي بي اي. الفي تي بكام؟ 25 مللي، رقم ثابت عند الروم تمبريتشر، يبقى 81 من 100 فولت. يبقى الفي بي اي دي اللي هي عباره عن 81 من 100 فولت. عارف معناها ايه؟ يعني بقول لك الزيرو اعلى من النقطه دي ب 81 من 100، يبقى النقطه دي كام؟ سالب 81 من 100. ده عباره عن ايه؟ ده الارض، ودي ناس تحت الارض، ودي ناس فوق الارض. انا لما اقول لك ان في حد انا اعلى اللي تحت، في حد تحت الارض انا اعلى منه ب 81، يبقى هو موقعه ايه؟ سالب 81، هو ده الجهد بتاع الاميتر. ده بالحب، لو عايز تعملها بالقوانين سهله، قول دي بتساوي الفي بيز ناقص الفي اميتر، والفي بيز انا عارف انها بصفر لان هو الجراوند اصلا، يبقى اقدر اشيل الصفر ده واقول ان الفي اي بتساوي سالب، حط السالب ده هناك، سالب 81. فاهم الفكره ايه؟ طيب يبقى انا عرفت جهد الاميتر، هقول بقى ايه؟ وده الجهد الكبير بالنسبه لي لان ده اصغر منه واصغر، نزلنا تحت قوي، يبقى اقول سالب اللي انا جاي منه سالب 81 ناقص اللي انا رايح له سالب 1.5، يعني سالب اهو سالب 1.5، يبقى كده فرق الجهد على طرفين الار اي جبته، الجهد اللي فوق ناقص اللي تحت، كل واحد بقيمته عشان اعرف انا فقدت خلالها قد ايه. فاهم الفكره؟ على التيار اللي ماشي خلالها اللي هو الاي اميتر اللي ب 2.2 من 100 مللي، 2.2 من 100 مللي امبير. طبعا ده كله بالفولت، فولت على امبير هيدي لك اوم في الاخر، واحد على الملي هيدي لك كيلو. اقسم الاثنين دول على بعض بقى، تعال نشوف، هتقوم طالع جايب سالب 81 ناقص الناقص يديك زائد 1.5، يعني حرفيا بنحل المساله تاني بس بايه؟ بارقام مختلفه، هيطلع الرقم ده هو. الرقم ده لو ضربته في الكيلو يعني ضربته في 1000 هيطلع 341.5، يعني نقول 341 اوم. تعال نتاكد الاجابه باذن الله
341 338، فرق بسيط. هو ده الاجابه الصح ان شاء الله تعالى. حتى اجابتنا احنا ادق، عارف ليه؟ ان هو غالبا جه في الاي اس وجاب قيمتها وعمل ابروكسيميشن، احنا عوضنا بقيمه الاي اس اكزاكتلي بالاكسبوننشال ترم نفسه، فاعتقد باذن الله ان الاجابه دي اصح وادق. وكده كده في الاخر الارقام الصغيره دي كلها ما بنهتمش بيها، يعني 340 انت اكيد مش هتروح تجيب واحد اوم عشان تحطه، لا الارقام في الاخر ده نظريا يعني، لكن في الاخر الارقام دي هتتقرب، فاهم؟ يعني على مستوى الديزاين انت ممكن تقرب ال 340 دي لحاجه يا 300 يا 400، انا بدي مثال طبعا، فاهم؟ مش هيبقى بالدقه الشديده قوي دي، الا لما يكون معاك بقى بوتنشومتر وتقعد تظبطه بدقه شديده لحد ما تجيب 341، مش كده يعني. فالمهم ان اناليتيكلي 341 ادق. كده خلصنا مسالتين بتوع النهارده، اتمنى تكون مبسوط فيهم ويعني استفدت منهم طرق احسن في الاناليسز او في الهاند اناليسز، وان شاء الله يبقى ما نخلص الفصل والفصول اللي وراها يبقى مستواك ان شاء الله حاجه محترمه جدا. دعواتك ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتقابل الدرس الجاي.